بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجهة نظر. بحلول 8 مارس من كل سنة يخلد العالم اليوم العالمي للمرأة، يوم تحتفل فيه النساء في بعض الدول بالإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء، فيما تخرج فيه نساء دول أخرى غاضبات محتجات مطالبات بحقوقهن المدنية والسياسية. في المغرب كما في باقي دول العالم العربي والإسلامي تحظى قضية المرأة بأهمية كبيرة في النقاشات المجتمعية والسياسية. فما هو إذن واقع المرأة العربية والإسلامية؟ كيف يمكن تقييم وضع المرأة المغربية على ضوء المستجدات والأحداث الأخيرة؟ ثم ما هو موقع المرأة في فكر جماعة العدل والإحسان؟ لمناقشة هذه الأسئلة وأخرى نستضيف معنا الأستاذة أمان جرعود، الكاتبة العامة للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة. أستاذة أمان جرعود، مرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية، ما هي أبرز معالم واقع المرأة العربية والإسلامية؟ بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. بداية أشكرك على هذه الاستضافة وأشكر برنامج وجهة نظر على إتاحة هذه الفرصة. الحديث هكذا عن واقع المرأة في المجتمعات العربية الإسلامية فيه نوع من الإطلاق ونوع من العموم الذي قد يخرج بنا أحيانا عن الدقة والموضوعية المطلوبة. سأحاول إعطاء بعض الإشارات التي ربما تضيء لنا مساحات مهمة تمكننا ولا يمكن اعتبارها مداخل للإجابة عن هذا السؤال. حديثنا عن المجتمعات العربية بطبيعة الحال لا بد أن نأخذ فيه بعين الاعتبار أننا لا نتحدث عن وحدة متجانسة، فلكل مجتمع من المجتمعات العربية الإسلامية خصوصياته السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها، رغم وجود العديد من القواسم المشتركة من لغة ودين وتاريخ وغيرها، إلا أنه في المقابل يمكن أن تساهم هذه القواسم المشتركة في رسم ملامح بين النساء داخل المجتمعات العربية الإسلامية. هذا من جهة. من جهة ثانية، حديثنا عن واقع المرأة داخل المجتمعات العربية هو بالضرورة حديث عن واقع هذه المجتمعات العربية، وإطلالة بسيطة على المنطقة تجعلنا غير مطمئنات البتة على هذا الواقع. المسألة الثالثة التي يحيلنا عليها حديثنا عن واقع المرأة العربية أو واقع المرأة داخل المجتمعات العربية والإسلامية هو بالضرورة حديث عن واقع الإنسان داخل هذه المجتمعات. طبعا هناك العديد من الدراسات والعديد من الإحصاءات في هذا السياق، سواء كانت دراسات ذات صبغة إحصائية أو ذات صبغة سوسيولوجية، إلا أن الخلاصة التي يمكن أن نخلص إليها هو أن المرأة العربية لم تتبوأ بعد المكانة المطلوبة كشريك حقيقي داخل المجتمعات. لماذا؟ يمكن أن أكمل ثم بعد ذلك أستطيع العودة إلى هذا الجواب. قلت بأنها لم تتمكن بعد من أن تحتل المكانة المناسبة كشريك حقيقي، لا زالت لحد الساعة تعاني من حظر على إمكانياتها وقدراتها، ولا زالت تعاني من مجموعة من الكوابح التي تحول دون استثمار هذه الكفاءات داخل المجتمع. السبب في ذلك يرجع بالفعل هذه الكوابح أو هذه الأسباب، الأمر يعود إلى نفس الشيء. هذه الكوابح يمكن أن نجملها في ثلاث أمور أساسية ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيلها. هناك كوابح ذات صبغة ثقافية واجتماعية، هناك كوابح ذات صبغة سياسية، وهناك كوابح ذات صبغة قانونية أو تشريعية. إذا عدنا إلى الكوابح ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية، يمكننا، هي متعددة ولا يمكننا أن نحصيها، ولكن يمكننا أن نعطي فيها عناوين هكذا بارزة. أول شيء هو التنشئة الاجتماعية ودورها في تعزيز إن صح التعبير الموروثات التمييزية ضد
المرأة. يمكننا أن نتحدث كذلك عن خطاب ديني تقليدي لا يرى المرأة إلا في هوامش الإقصاء وهوامش والتهميش. كذلك نتحدث عن سيادة وهيمنة العقلية الذكورية. يمكننا كذلك أن نتحدث عن موروث ضخم فقهي يتماهى فيه ما هو رباني بما هو اجتهادي، يتماهى فيه ما هو مقدس بما هو وضعي. أما فيما له علاقة كذلك الفقر الأمية وغيرها من الأمور، فيما له علاقة بالكوابح السياسية يمكننا أن نتحدث عن ضعف بالغياب في بعض الأحيان ديمقراطيات على مستوى تدبير الحكم. يمكننا أن نتحدث عن عدم احترام حقوق الإنسان. يمكننا كذلك أن نتحدث عن وضع الاستقرار الذي تعيشه البلدان العربية والإسلامية وما نلحظه الآن من حروب وانقلابات إلى غير ذلك، ضعف الإمكانيات المادية والمعنوية الداعمة لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية المرأة. نعم، ماذا بخصوص الكابح الثالث؟ فيما له علاقة بالكوابح التشريعية، ما نلحظه من ضعف المنظومة القانونية الحامية لحقوق النساء، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك ضعف بل يكون هناك خلل في المنظومة التشريعية، بحيث نشرع قوانين تعمل على تمكين النساء في مقابلها نجد قوانين أخرى تتضارب معها وتنقضها من أصلها وتحول دون تحقيق هذه القوانين فعلا الضامنة لحقوق النساء. هذا بشكل عام فيما يتعلق عفوا بوضعية المرأة في العالم العربي والإسلامي. هل يمكن القول أن وضعية المرأة في المغرب تشكل استثناء كما شكل المغرب استثناء على باقي دول العالم العربي، على باقي دول الربيع العربي عفوا، كما يحاول البعض أن يروج؟ وجميل أنك قلت كما يحاول البعض أن يروج، لأن فعلا هذا الترويج أعتقد أن الواقع أصبح يفنده ولسنا في حاجة إلى التدليل عليه. على أي، هذا ليس موضوعنا. موضوعنا فيما له علاقة بقضية المرأة. المتتبع لقضية المرأة يلاحظ شيء مهم جدا في الساحة المغربية، هو تضخم الخطاب المتعلق بقضية المرأة، سواء فيما له علاقة بخطاب الدعم، بخطاب الإشادة، بخطاب الوعود بمشاريع ومبادرات تنثر هنا وهناك في كل مرة، لكن في مقابل هذا لا نجد إلا تكريسا لواقع الإقصاء، لواقع الهشاشة، لواقع المظلومية الذي تعاني منه فئات عريضة جدا داخل المجتمع المغربي. يعني اعتباركم أن المرأة تعاني الإقصاء وتعاني التهميش بشكل مطلق هكذا، ربما قد يصنفه البعض في خانة الخطاب العدمي أو الخطاب التيئيس. لا، هذا ليس عدمي يا أستاذي، وليس سلبية، وليس فيه كيل للاتهامات لأي طرف من الأطراف، لسبب بسيط، لأننا نعتبر بأن وضعية المرأة هي نتاج لمسار تاريخي يتحمل الجميع فيه المسؤولية. هذا من جهة. من جهة ثانية، نحن لا نقول كلاما هكذا عاطفيا أو اعتباطيا، ولكن نبنيه على معطيات ونبنيه على أرقام ونبنيه على تقارير صادرة. بالله عليك أستاذي، قل لي كيف يمكن أن نطمئن لوضعية المرأة المغربية حينما نسمع أن أكثر من 300 امرأة تلقى حتفها يوميا جراء غياب شروط الصحة الإنجابية؟ كيف يمكننا أن نطمئن لواقع امرأة تتعرض ضمن كل 3 نساء للتحرش الجنسي في العمل، ماشي في الشارع ولا في شي بلاصة أخرى؟ كيف يمكننا أن نطمئن لواقع تتعرض فيه ما يفوق 62% من النساء للعنف؟ المحاكم المغربية راج فيها في سنة 2011 15573 ملف للعنف، مع العلم أن 3% فقط من النساء هن اللواتي يبلغن على العنف الممارس ضدهن. كيف يمكننا أن نطمئن لواقع نساء نسبة الأمية فيه تفوق أكثر من أو لا تقارب 50% وتفوق أكثر من 80% في المدارات القروية؟ بالإضافة لهذا، نسبة النساء أو الأمهات العازبات تزداد يوميا ب 150 حالة.
هذه ارقام موثوقه يعني. بطبيعه الحال هذه عن تقارير ديال جمعيات المجتمع المدني وتقارير رسميه وغيرها، دون ان نتحدث عن ارتفاع نسبه الفقر خاصه في صفوف النساء او الاسر التي تعولها نساء. بالله عليك، الا يمكن ان نعتبر هذه مؤشرات تدلل على واقع الاقصاء وعلى واقع المظلوميه وعلى واقع التهميش؟ المبادرات ان لم يكن لها استاذي اثر على المعيش اليومي وعلى واقع النساء فلا حاجة لنا بها. في المقابل سيداتي، هناك ترسانة قانونية التي مفروض أنها تدعم إنصاف المرأة وإعطاء حقوقها وكل ما يتطلب الأمر من أجل الرقي بواقع المرأة المغربية. على سبيل المثال وهناك أمثلة كثيرة، فالفصل 19 من الدستور 2011 ينص بصريح العبارة على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات، كما ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة. ألا يصب هذا في اتجاه إن القول رغبة الدولة في الرقي بواقع المرأة المغربية؟ سأتحدث عن الإصلاحات القانونية التي ابتدأت بها سؤالك، ثم بعد ذلك أعرج على المسألة ديال المساواة والمناصفة وكذا. بالنسبة للإصلاحات القانونية، لا أحد يجادل في أن المدخل القانوني والتشريعي له أهمية كبرى واعتبار أساسي في رفع الحيف والمظلومية على النساء، لا أحد يجادل في هذا. لكن من حقنا أن نتحفظ عن جدوى هذه الإصلاحات القانونية حينما نرى البون الشاسع ما بين التشريع وما بين التنزيل. من حقنا أن نتحفظ حينما نرى تطور القوانين بين قوسين في لا يواكبه مطلقا تطور واقع المرأة، والأرقام اللي تكلمنا عليها خير دليل على ذلك. حينما نرى الفجوة الكبيرة بين النص وبين الواقع، إذن من حقنا أن نتحفظ. وهذا كيطرح علينا ثلاثة ديال الأسئلة أساسية. كيطرح علينا السؤال الأول هو سؤال الإرادة السياسية، وكيطرح علينا السؤال الثاني هو سؤال المقاربة التشاركية، وكيطرح علينا سؤال ثالث هو الرؤية المستقبلية. وهذه أسئلة في حاجة إلى إجابة حقيقية. مظلومية المرأة وقضية المرأة عموما لا يمكن أن تحل لا بنص قانوني ولا بنص دستوري، هي بحاجة إلى مقاربة شاملة، وبحاجة قبل هذا إلى إرادة سياسية ترغب فعلا في تمكين النساء وإشراك النساء. ماذا إذن عن مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة؟ بغض النظر على المرجعية الفلسفية التي نبت في حضنها مفهوم المساواة وتطور وترعرع، قلت بغض النظر عن هذه الخلفية، المساواة التي تعني الإنصاف، التي تعني العدل، التي تعني تكافؤ الفرص، لا يمكننا إلا أن نصطف معها، ولا يمكننا أن نكون ضدها، بعيدا عن نداءات الندية، بعيدا عن نداءات المثلية التي في الحقيقة نعتقد داخل جماعة العدل والإحسان أنها تزج بقضية المرأة في نقاشات عقيمة لا تستفيد منها المرأة مطلقا. محاولة إلغاء الخصوصية ومحاولة إلغاء الطبيعة التي أقرها الله سبحانه وتعالى، ليس الذكر كالأنثى بين الرجل والمرأة، أعتقد أنها تضر بقضية المرأة أكثر مما تخدمها. أما إذا عدنا إلى مبدأ المناصفة، هذا المفهوم هو بداية من المفاهيم التي أثيرت حولها الكثير من النقاشات في الغرب كاع، ماشي حتى في الدول العربية وفي الدول الإسلامية، بين من أيدها معتبرا أنها واحد الآلية من آليات ديال تحقيق الإنصاف والعدل، واحد الآلية تصحيحية لإحداث التوازن بين نساء المجتمع وذكوره، لكن في المقابل هناك من رفضها رفضا مطلقا، بل من الحركات على اعتبار أنها تتعارض مع مبدأ المساواة، بل هناك من الحركات النسوية في الغرب من اعتبرت أن المناصفة هي إهانة للنضالات النسوية وأنها فرض للنساء بالإكراه الدستوري. إذن فهناك نقاشات كثيرة جدا. أيضا هناك نقاشات فيما له علاقة بكونها إجراء مرحلي أم أنها إجراء دائم. الآن كذلك في المغرب هناك نقاش حاد، خاصة بعد إصدار مشروع هيئة المناصفة فيما له علاقة بالصلاحيات، فيما له علاقة بتركيبة هذه الهيئة. بعيدا عن هذا كله، وهذه النقاشات لا ينبغي أن تجعلنا يعني نغفل عن مسألة أساسية. مبدأ المناصفة جاء في سياق دستور 2011، دستور 2011 جاء في سياق معين الكل يعرفه، هو سياق إطفاء جدوى المطالب، جاء في سياق تهدئة الشارع، جاء في سياق إلهاء
إلهاء الشعب الذي خرج للمطالبة بحقوقه، بالمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة، إلهاؤه بشعارات براقة لها جاذبيتها ولها رنينها. لهذا لا بد على كل القوى الحية أن تكون متنبهة للاصطفاف وأن لا تتلهى بقضايا أخرى على المطالب الحقيقية التي ينبغي أن تتضافر الجهود حولها. طيب، غالبا ما يرفع العديد من الأطراف ورقة في وجه الإسلاميين وهي ورقة المرأة، على اعتبار أن الحركة الإسلامية أو أن الإسلام ظلم المرأة وأهانها وجعلها دونية. أنتم في جماعة العدل والإحسان، ما هو الموقع الذي تحتله المرأة؟ وبناء على التقديم الذي طرحته في السؤال، لابد أن نكون أن نتحلى كإسلاميين بالشجاعة الكافية لنقول فعلا بأن المرأة في كثير من الأحيان ظلمت باسم الإسلام، والإسلام بريء من ذلك، وهذا يحتاج إلى نقاش طويل جدا لا يتسع المجال للتفصيل فيه، لكن هذه نقطة. أما عن مشروع جماعة العدل والإحسان، فمنذ تأسيسها رفعت أو اختارت لنفسها شعار العدل والإحسان، ونحن نعتقد بأن أولى الناس بقيم العدل وأولى الناس بقيم الإحسان هن النساء. وحينما نقول هذا لا نقوله من باب الفرقعات الإعلامية ومن باب المزايدات السياسوية أو من باب اكتساب مصداقية ما أو دفع تهمة ما، بل نقوله لأننا فعلا نؤمن بأن النساء مظلومات مستضعفات، ومن صلب ديننا أن ننصر المستضعفين وأن نقف إلى جانب المستضعفين. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن الأستاذ عبد السلام ياسين رحمة الله عليه حينما خط كتاب تنوير المؤمنات، بل قبل أن يكتب كتاب تنوير المؤمنات الذي نعتبره إطارا مرجعيا يؤطر تفاعلنا مع قضية المرأة وفهمنا لقضية المرأة، أكد على أن أي محاولة لإعادة بناء الأمة لا تستحضر العنصر النسوي ليس كتابع ولكن كمشارك وكقائد، أكيد أنها لن تذهب بعيدا ولن تتقدم ولن تضيف للأمة أي إضافة أخرى. فلا بد لعملية البناء أن تكون النساء مشاركات فيها. وجماعة العدل والإحسان تقدم مقاربة يمكن أن تتميز بأربع خصائص أساسية تتحدث عنها بعجالة. أول شيء هو أنها مقاربة أصيلة، أنها مقاربة أصيلة، أسها ولبها خطاب قرآني رباني يعيد الإنسان إلى أصله، بعيدة بطبيعة الحال على المواقف التقليدية والتبريرية، بعيدة على المواقف السياسوية اللي تكلمنا عليها. ثم أنها قراءة واقعية، لا تتحرج من أن ترفع اللتام وتقول بالواضح وضع المرأة هش، وضع المرأة فيه إقصاء، تعاني من مظلومية، تعاني من هشاشة. ونربط هذا بواقع الواقع الذي أو التاريخ الذي مرت منه الأمة الإسلامية، وهذا يرجع بطبيعة الحال كيف ما قلت لاختيارات سياسية واجتماعية لا يتسع المجال للتفصيل فيها. ثم هي كذلك قراءة شمولية تربط تردي وضعية المرأة بالتردي العام الذي عانت منه الأمة، وهي في الأخير قراءة إجرائية لا تكتفي بالنقد، لا تكتفي بالتشخيص، لا تكتفي بكيل الاتهامات للآخر، ولكنها تقترح منهاج عمل، تقترح بدائل. في إطار هذا اقتراح البدائل، نعم، عقد القطاع النسائي لجامعة العدل والإحسان مجلسه القطري منذ أسبوعين، نعم، من بين ما تضمنه في حقيقة البيان الختامي تجديد الدعوة لكافة التنظيمات النسائية إلى حوار جاد ومسؤول يؤسس لجبهة نسائية وطنية ضد الفساد، نعم، والاستبداد. نعم. لماذا جبهة نسائية ولماذا ضد الفساد؟ أولا دعوتنا تأسيس جبهة نسائية وطنية ضد الفساد والاستبداد هي دعوة صادقة، دعوة جادة، دعوة مسؤولة. إطلاقنا أو لحديثنا عن كونها جبهة نسائية يأتي لإيماننا بمجموعة من الأمور، الدافع إليها مجموعة من الأمور. أول شيء رفضنا لواقع التهميش والإقصاء والمظلومية الذي تعاني منه المرأة المغربية والمرأة بشكل عام، هذا من جهة. من جهة ثانية، نظرا لإيماننا بأن ثمة مساحات مشتركة كثيرة جدا
يمكن أن نشتغل عليها ويمكن أن نتوافق حولها في قضية المرأة بغض النظر عن خلفياتنا وبغض النظر عن تقديراتنا لمجموعة من الأمور، لكن خدمة لمصلحة المرأة أعتقد أن هناك مساحات مشتركة. المسألة الثالثة هو إيماننا بأن قضية المرأة قضية جد مركبة وجد معقدة، لا بد من مقاربتها أن تكون مقاربة جميعية تجمع جهود كل الأطراف وتجمع جهود كل الأطياف وكل المهتمين سواء كأشخاص أو كتنظيمات. أما لماذا هي جبهة ضد الفساد والاستبداد؟ لأننا نؤمن بأن السبب الرئيسي في مظلومية المرأة هو الاستبداد الذي يتغدى ويعيش على الفساد في مجالاته المتعددة، ولأننا كذلك نؤمن بأن المبادئ التي نرفعها والشعارات التي نرفعها من مساواة وعدالة وكرامة وغيرها لا يمكن أن تتأسس ولا يمكن أن تتعزز إلا في سياق ديمقراطي وفي إطار ديمقراطي حامي حافظ لها، ماذا وإلا ستكون دعوات ديالنا هباء منثورا. طيب، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هذه السنة في المغرب، نعم، خلدته النساء المغربيات بمسيرة في مدينة الرباط، نعم، يوم الأحد، وعرفت هذه المسيرة حقيقة غياب نساء جماعة العدل والإحسان. لماذا هذا الغياب؟ في قلنا بأن هذا الغياب هو ناتج لعدم توجيه دعوة لجماعة العدل والإحسان من أجل المشاركة في هذه المسيرة. وماذا لو تم توجيه الدعوة لكم؟ لو تم توجيه الدعوة بطبيعة الحال منذ ليس فقط للحضور ولكن منذ اللحظات الأولى للمنظرة لهذه المسيرة والتي اللحظات الأولى التي تخط أهدافها وتحدد أهداف هذه المسيرة وبرنامجها ومجموعة من الأمور، كنا سنتقبل هذه الدعوة بصدور رحبة، سوف نناقشها داخل مؤسساتنا، سوف نتخذ كل الإجراءات الضامنة لحضور قوي فعلا، سوف نتأكد من أن هذه المسيرة لن يتم استغلالها أو توجيهها بشكل من الأشكال لخدمة قضايا أو لتوجهات سياسية أو لخدمة لأجندات سياسية وأجندات انتخابية، وأنا ذاك سنحدد موقفنا إما بقبول الانخراط فيها أو بعدم الانخراط فيها، لكن أن يتم إقصاؤنا وعدم توجيه الدعوة لنا أو أن يتم استدعاؤنا كرقم من أجل تكتيف سواد مسيرة ما كيفما كانت، فهذا ما نرفضه ونعتقد أننا أكبر من هذا، وعلى أي فنحن نتمنى التوفيق للجميع. كسؤال أخير أستاذ أمان جرعود، ما هو تقييمك لتخليد اليوم العالمي للمرأة في المغرب هذه السنة بشكل عام؟ بشكل عام ودون الاقتصار على هذه السنة أو غيرها من السنوات، ما يؤسف حقا هو استهلاك هذه المناسبة في الملاسنات وفي المزايدات بعيدا عن هموم النساء المغربيات، ما يؤسف له حقا هو استهلاكها في الخطابات والبهرجة والمهرجانات والاحتفالات التي لا تخدم بأي شكل من أشكال المرأة المغربية وهموم المرأة المغربية. طبعا أنا لا أنفي وجود إرادات صادقة ولا أنفي وجود إطارات جادة التي يفترض فيها أو هي المعول عليها في إعطاء نفس آخر، في إعطاء معنى آخر لهذا اليوم وإخراج من هذه السياقات الزمنية المضروفة بزمانها والمحدودة في زمان معين إلى نضالات مستمرة طيلة السنة من أجل إكساب المرأة حقوقها، من أجل مناهضة واقع التهميش، واقع الدنيا، واقع الإقصاء. وكنداء أخير، نحن مطالبون جميعاً بمختلف توجهاتنا وبمختلف تلاويننا مطالبون بأن نتجاوز تخوفاتنا تجاه الآخر وأن نتعامل معه بمنطق آخر غير منطق الإقصاء الذي لا يخدم أحدا ولا يخدم قضية المرأة المغربية. وعلينا أن نؤمن خاصة بالنظر للظروف الإقليمية التي تمر منها دول الجوار وبالنظر للواقع الذي يعيشه بلدنا، علينا أن نتجاوز كيل الاتهامات إلى بعضنا البعض وأن تتضافر جهودنا جميعا من أجل تقديم نموذج ناجح يخدم المرأة المغربية. أستاذة أمان جرعود، كاتبة العامة للقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة،
نشكرك جزيل الشكر على حضورك وإضاحتك معنا في برنامج وجهة نظر. شكرا لكم. أما أنتم مشاهدينا الكرام فيتجدد لقاؤنا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجهة نظر. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.